قد وقف خدمات هذا الشعب المتطلع للحرية والمساواة ويقطع هامه والكهرباء الذي يستخدمون دمع لصالح ليعاقب به الشعب بدلا من ان يشهد دم الشعب للابي. لقد تسبب عن انقطاع البرمج الى تعطيل مصالح ابناء البطل المواقف الرافضة لبقاء هذا النظام وهذا العقاب المختال. لن يؤثر على اسباب الناس حول الثورة السلمية، واننا نجدد تحذيرنا لهذا النظام من استمرار الصناعة الأزمات ومعاقبة الشعب الثائر